أمارزان، خريجة مدرسة ألحان وشباب وصاحبة رائعة ثلاثة زهوة ومراحة، حيث أبدعت على ركح جميلة في أول ظهور لها بالمهرجان. يقولوا حاجة تفرحني بزاف أنه نكون في هذا الموقع الجميل، جميلة الجميلة بأثرها التاريخية وبكل هذه الطاقة المميزة اللي نحس فيها أنا هنا اليوم في الموقع هدايا. اهتمامها بالتراث الغنائي الجزائري جعل نجمها يسطع بسرعة، بتوابل حنجرتها وألحانها خلقت رتما حدث التراث وأصبح الشباب يتغنى به في كل مكان. شابة نحب جيت من المدرسة الأندلسية باش تكون عارف يعني علاش نهتم كتير بتينة النصوص القديمة. ثلاثة كان اختيار شخصي لأنه نحب الأغنية، نحب حيط النص ونحب طبع الزيدان، وكان الهدف من هذا هو كان نقربوا ربما الجيل الجديد، نقربوا الشباب بصفة جديدة، ربما بتهذيب صوتي جديد. هكذا تمكنت صاحبة الصوت الجميل من امتاع جمهور جميلة في سهرة ألهبت فيها الرقح.